عرفت الخليل عبر تاريخها بعدة أسماء، فهي مدينة خليل الله إبراهيم أبو الضيفان، وهي المدينة التي لا يعرف الجوع أهلها، وهي أيضا مدينة العطاء. الخير في الخليل استثنائي من حيث حجم العطاء وأوجهه، والمجتمع المحلي في المدينة لوحدها ساهم في بناء ما نسبته 65% من مجموع المدارس الموجودة في المدينة. هناك 46 مدرسة بنية من 94 حتى هاي اللحظة، هناك تقريبا 16 مدرسة في هاي اللحظات يتم إنشائها وتجهيزها. قامت أيضا الوزارة من 94 حتى هاي اللحظة ببناء 30 مدرسة. البلديات ساهمت في بناء مجموعة كبيرة من المدارس، 8 مدارس تقريبا. النجاح المجتمعي في تأمين المدارس وبنائها ما كان ليرى النور لولا المجلس التأسيسي لأولياء الأمور، أول جسم يشكل بصفة رسمية بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم. أشخاص متطوعين غيرتهم على التعليم وعلى أبنائهم وعلى الوضع التعليمي العام اللي كان عندنا في الخليل، فتجمعنا أشخاص مع بعضينا وسمينا حنا المجلس التأسيسي وقمنا باللي بنقدر نقدمه. طبعا مش كله من جيبتنا أو من مالنا، من أشخاص متبرعين. الخليل فيها كتير ناس أهل الخير كتير، بس بدهم إيد أمينة وبدفعوا لك إيش بدك. الحمد لله موجود المتبرعين، برعنا فيها من الإخوة كلها، يعني خلص برعناها لله تعالى، يعني حصة أبي وحصة أمي برعناها تقوم عليها المدرسة. وحبيت أنت تتبرع بشكل خاص بالمجهود تاعك؟ لأنه يعني إذا بديش أقوم في العمل هذا رايح أطول. التعليم ليس القطاع الوحيد الذي أغدقته الخليل بعطائها، فالقطاع الصحي الحكومي والخاص كان له نصيب كبير من العطاء. نفذ لنا مشروعين كبار وفي مشاريع صغيرة كثيرة يعني بنفذها المجتمع المحلي. المشروعين الكبار اللي هي بناء وتشطيب 900 متر مربع، هذول غرف العملية، 7 غرف عمليات. وفي كمان مشروع بناء كلية التمريض، مساحتها كل طبقة 800 متر بتحكي عن 3200 متر تقريبا. يعني بده يسلمنا اياها برضه مفتاح، يعني مشطبة وجاهزة وكل شيء. المجتمع المحلي يعني لحتى الآن 23 جهاز غسيل كلى رفض المستشفى فيهم. يعني الواحد $50,000، $22,000، كمية كويسة. الأشياء اللي حكيت لك عنها لا تقل عن $5 مليون. خلال فترة أربع سنوات السابقة. أينما وليت وجهك في مدينة العطاء تتحسس كرم المحسنين، فلست بحاجة لإعداد أو لتنسيق لتقابل من تسابقوا لصنع الخير وإيجاده. من مدينة الخليل، حمزة الحطاب لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء.